من أتيت فزد. معكم مراسل قناة الأنيس من ولاية بريكة المنتدبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أقدم أحر التهاني وأخلصها إلى كامل الأمة الإسلامية وإلى الشعب الجزائري دون أن أنسى ساكنة ولاية بريكة المنتدبة وولاية باتنا، دون أن أنسى عائلتي الصغيرة أولادي، وتحية خاصة إلى الوالدة المتواجدة حاليا بالبقاع المقدسة، دون أن ننسى إخوتي أولادي كامل سكان ولاية بركة المنتدبة. شكرا. بمناسبة عيد الأضحى أقدم تهاني لجميع سكان بلدية بركة ولاية المنتدبة الآن في أجواء عيدية، ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. أقدم تهاني لعائلة تاعي الأب والوالدة، قدم تهنية للأطفال لأنهم جاءوا وجابوا نتائج جيدة. مبارك، السلام عليكم. في بازار بددي اللي تسوق في الشارع الكبير. يا خويا عيدكم أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. يا ربي إن شاء الله وجودكم من ربي يعطينا لهنا في هذه البلاد وينصر خوتنا اللي في غزة، إن شاء الله ربي يعطيهم النصر العاجل ربي إن شاء الله. عيد أضحى مبارك لجميع الأمة الإسلامية، وربي ينصر خوتنا في غزة، وربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. اللي صايمين صحة فطوركم، واللي والعيد إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم وصحة عيدكم اللي كيف كان. عيدكم مبارك. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. قول لهم باي باي. باي باي. تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال، ان شاء الله يكون هذا العيد خير وبركه علينا وعلى الجزائر والوطن الجزائري العربي بكامل، وعلى اخواننا في غزه خاصه انهم يعني يراهم في محنه كبيره. ربي ان شاء الله ينصرهم ويثبتهم، وربي ان شاء الله يهزم الاعداء، ربي ان شاء الله يثبت ضرباتهم ان شاء الله يا رب العالمين. ونقول للموالين ونقول للتجار اللي راهم يتاجروا انهم يرفقوا بخوتهم، خوتهم راهم الناس ما عندهمش، راه الناس الله غالب، راه الناس راه تعاني، راه الناس ما عندهاش وباه تبات تشري. لازم هذا العيد هذا راه عيد رحمه، لازم نرحموا بعضنا. عيد مبروك للجزائر وكفى والفلسطينيين وكافه المسلمين، وحجهم مبروك والسلام عليكم. بمناسبه العيد الاضحى نهنيكم فيه، وتحية لأهالينا وجميع الشعب الجزائري، وندعو لخوتنا في غزة وربي يرحمهم وربي يفتح عليهم إن شاء الله. صحة عيدكم وعيدكم مبارك جميع السكان.